إذن بدورنا في اللجنة المجتمعية نشكر فاعل الخير ناجي الفقيه الذي أسهم في بناء هذا المنتج الصحي الحيوي الذي يساهم في معالجة أبناء مديرية صباح إن لم يكن من مديرية أخرى قدر ما يأتوا، لأننا وجدنا أن الحركة عندكم حركة اليوم جمعة. كما أننا نتوجه بالشكر لمكتب الصحة في محافظة البيضاء والسلطة المحلية بمحافظة البيضاء على إسهامهم في المعدات التي أتت إلى هذا. نتمنى مزيد من المبادرات المجتمعية، ونتمنى مزيدا من السلطة المحلية للمديريات المحرومة، ليس في مديرية صباح فحسب وإنما في بقية مديرية محافظة البيضاء. إن كان هناك كلمة للمشايخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطاهرين وصحابته المنتجبين. سعيدين في هذا اليوم أن نزور مستشفى زخم، ومعنا الشيخ أحمد ناصر الجري مدير عام مديرية القريشية والمشرف الاجتماعي بالمحافظة، والأستاذ محمد سكران رئيس اللجنة المجتمعية. نزور هذا المستشفى الذي تم إنشاء الملاحق هذا الأخيرة على حساب فاعلي الخير، ونحن بدورنا في السلطة المحلية قمنا بالتأثير. ومن هنا ندعو كل الخيرين وكل أبناء المناطق إلى المساهمة، لأن كلنا سمع كلمة السيد سلام الله عليه وهو يحث الناس أنه لابد من تكاتف الجهود الرسمية والشعبية، لابد أن نكون مساهمين، لأن احنا في ظل الحرب والعدوان والحصار الذي يفرض علينا دول العدوان، يعني بحاجة إلى أن تتكاتف الجهود الرسمية والشعبية ويسمو المجتمع. ونحن في قيادة المحافظة على أتم الاستعداد لتشجيع المبادرات المجتمعية وتقديم نسبة السلطة المحلية. هذا ما حبيناه، ونكرر الشكر لكل من قام بهذا العمل والمحافظين عليه، والمدير مكتب الصحة في المديرية والمدير عام المديرية وكل الخيرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.